اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولاً بأول. على الرغم من الأذى النفسي الذي يسببه كره الآخرين لنا، فإنه جزء لا يتجزأ من طبيعة الحياة، لأنه كما يقول الكاتب الأمريكي الشهير ديفيد فوستر، بعض الأشخاص لن يحبوك ببساطة بغض النظر عما تفعله. من الطبيعي جدا أن يحبك البعض ولا يحبك البعض الآخر، لكن الأمر الغير طبيعي هو أن تدع ذلك يؤثر على نفسيتك ومزاجك. من أجل هذا نهديك اليوم 10 نصائح ذهبية تساعدك للتعامل مع الأشخاص الذين يكرهونك. النصيحة الأولى: ألقي نظرة على نفسك. من المهم جدا أن تسأل نفسك قبل لوم الشخص الذي يكرهك إن كنت قد أخطأت بحقه أم لا. راجع أفعالك مؤخرا وابحث عن مواقف أسأت فيها التصرف معه، لأنه لا يمكنك الاستغراب من كرهه لك إن كنت قد أعطيته سببا مسبقا ليفعل ذلك. كن عادلا واعتذر إن وجدت أنك كنت مخطئا، وتذكر أن الجميع يمكن أن يرتكب الأخطاء، لكن الأنقياء فقط من يعتذرون. النصيحة الثانية: اطرح الأسئلة. إن كانت العلاقة مع هذا الشخص تهمك وتريد أن تحاول إصلاحها وتحسينها، فبإمكانك سؤال الشخص الذي لا يحبك عن الأسباب الكامنة وراء الأمر، وما الذي لا يعجبه فيك. قد يكون هناك سوء تفاهم كبير يتسبب بعدم استلطافه لك. هذا يساعدك في الحصول على معلومات حول الكيفية التي يراك بها هذا الشخص، والتي ليس بالضرورة أن تكون ما أنت عليه فعلا. النصيحة الثالثة: خذ استراحة. يحصل أحيانا هذا الأمر بين الأشخاص المقربين الذين يرون بعضهم لفترات متقاربة جدا. حاول الابتعاد قليلا وأخذ استراحة، اخرج مع أصدقاء آخرين، ربما يساعد الوقت الذي تبتعد فيه عنهم في إعادة التعيين وإعادة المشاعر كما كانت سابقا. النصيحة الرابعة: استمع لرأي ثان. ربما تكون مخطئا في الحكم على شخص ما أنه يكرهك أو أنه يقوم ببعض التصرفات ليزعجك فقط. اطرح الموضوع على شخص آخر تثق به، كأحد أصدقائك مثلا، ومن المستحسن أن يكون على معرفة بالشخص الأول الذي تشعر أنه يكرهك. من الممكن أن يخبرك صديقك الذي استشرته أن هذا طبعه وأنه لم يكن يقصد إزعاجك، وربما يؤكد لك الأمر. اقطع الشك وتثبت مما تشعر به. النصيحة الخامسة: إن تأكدت أن شخصا ما لا يحبك، حدد فيما إذا كان الأمر يهمك أم لا. ليس كل شخص نعبر به خلال رحلة حياتنا هو شخص مناسب لنضيفه إلى قائمة أصدقائنا. إن كان صديقك في العمل أو الجامعة يكرهك ولم تكن قد أخطأت في حقه سابقا، فلست مضطرا لتهتم لأمره. بالتأكيد لن يكون الأمر ممتعا عندما يتواجد شخص يكرهك في نفس مكان عملك أو دراستك، لكن الأمر حقا لا يحتاج أن تبذل جهدا في محاولة إصلاحه. اسأل نفسك دائما عند مصادفتك لهذا النوع من الأشخاص إن كان عليك الاكتراث لكره هذا الشخص أم لا. النصيحة السادسة: ركز على الأشياء الجميلة الموجودة في حياتك. إن كان الأمر يؤثر على مزاجك وحالتك النفسية، ركز على الأشياء التي تشعرك بالراحة عند القيام بها. إن كنت تحب الطبيعة، أكثر من رحلاتك وتمتع بذلك. اجلس مع أصدقائك الذين يحبونك وتشعر بالراحة معهم. يمكنك قضاء بعض الوقت مع نفسك لتذكرها بضرورة تقدير ذاتك، ولا تسمح لأحد أن يعبث بمشاعرك ومزاجك.
النصيحة السابعة: لا تعطهم أسرارك. كن حذراً حيال المعلومات التي تخبرها للشخص الذي يكرهك، لأنه غالباً ما سيستخدم هذه المعلومات ضدك في وقت أو في آخر، خصوصاً إن كان كرهه لك عدوانياً. إن كان زميلك في العمل، فتجنب الشكوى من العمل والمدير أمامه، لأنه سيحرص على ذكر هذا الأمر للمدير بغرض إيذائك في وقت لاحق. النصيحة الثامنة: تجنب الرد. لا ترد الكراهية بكراهية مثلها، ولا تتعب نفسك بالتفكير، قم بالتجاهل فقط، لأن رد النار بالنار لن يؤدي إلى أمر جيد، إنما سيعمل على تكبير الفجوة وزيادة الضرر. النصيحة التاسعة: تقبل الأمر. يجب أن تتقبل حقيقة أنه لا يمكنك التواصل مع الجميع بقدر ما تأمل. هذا لا يعني بالضرورة أنك شخص سيء أو أن الآخرين كذلك أيضاً، إنما الحقيقة فقط أنكما غير متوافقان معاً. فالبعض منفتح والبعض الآخر خجول، البعض متفائل حالم والبعض الآخر واقعي. تقبلنا لاختلافنا يجعلنا نفهم أنه ليس من الضرورة أن تتوافق أفكارنا جميعاً، بل الضرورة الحقيقية تكون بأن نحترم بعضنا البعض فقط. النصيحة العاشرة: احترم الأشخاص الذين تكرههم. لست مجبرا على أن تحب الجميع، ولست مجبرا على التوافق معهم ومع أفكارهم، لكنك مجبر على احترامهم واحترام أفكارهم دون سخرية أو ازدراء. فكما تدين تدان، وكما تحب أن يعاملك الناس عليك أن تتعامل معهم. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد، فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.